المحاضرة محاضرة النهاردة كيف تبدأ مشروع؟ How to start a business. ده ليه علاقة بالقصة اللي بنتكلم عليها، مشروع اللي هتعمله. عندك فكرة، الفكرة دي عايز تبدأ تعمل لها مشروع. فين الراجل بتاع محل أدوات السباكة ده؟ ما جاش النهاردة. مشروع بتاعه، عايز عنده مشروع عايز يعمله. فلو عندك مشروع أو فكرة معينة لسه عايز تبدأ لها البيزنس بتاعها، هتعمل إيه؟ خلاص؟ وفي المحاضرة دي هنتعرف على مصطلح مهم خالص اللي بيسموه رواد الأعمال. تسمع الكلمة دي في التلفزيون حتى كتير. رائد. رائد يعني إيه؟ يعني الراجل ده جاب فكرة جديدة، جاب فكرة جديدة ونفذها ونزل بيها في السوق. في فرق بين رواد الأعمال ورجال الأعمال. رجل الأعمال ده ممكن راجل يكون معاه فلوس بس معهوش أفكار. معاه فلوس ومعهوش أفكار، وبالتالي ده بيروح لراجل زيك انت عندك فكرة يستثمر فيك، او هيروح يشتغل في اي قصة مضمونة، او يحط فلوس في البنك. ده رجل أعمال معاه فلوس ومعهوش أفكار. اما بقى اللي بيسموه الانتربرنور او رواد الأعمال، لا ده عنده فكرة وعايز يبدأ المشروع الخاص بي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. افتقدناك يا راجل من أول المحاضرة. تفضل. كيف تبدأ مشروعك؟ How to start a business. إزاي تبدأ المشروع؟ الهدف من المحاضرة دي كلها المهام اليومية لصاحب المشروع. أنت هتعمل إيه؟ الراجل انت خلاص اخترت انك انت تعمل مشروع، هتعمل ايه في خلال اليوم بتاعك ده؟ مهاراتك المطلوبة كانتربرينور اللي هو رائد الاعمال ده، الخطوات المتبعة لتحديد فكرة المشروع، تقييم المالي، هتحسب المشروع ده هيخسر ولا يكسب؟ هيخسر ما تقومش بيه. طيب هيخسر بس بطرق معينة نقدر نخليه يكسب. ينفع؟ ينفع. انا اعرف شركة بغض النظر عن اسم الشركة عشان ما اعتقدش ان حدكم يعرفها، يعني كانت بتخسر. شركة كبيرة جدا يعني. عملت ايه؟ راحت اشترت شركة تاني كانت بتكسب. يعني مثلا زي شركة فيسبوك لما اشترت الواتساب. واتساب شركة كبيرة واشتهرت وبيجي ليه مستخدمين كتير جدا. جاء راحت الشركة دي، طبعا مش بقول ان شركة فيسبوك كانت بتخسر ساعتها، بس الفكر نفسه ان هو يدور على الشركات الناجحة دي وياخدها ويستقطبها ويشتريها. كذلك ده اللي حصل مع الشركة اللي بقولك عليه، شركة اسمها أنسيس. ما اعتقدش ان حد فيكم يعرف عنها. دي شركات بتقوم بمحاكاة لمشاكل هندسية، شركة كبيرة خالص يعني رأس مالها بالمليارات، كانت بتخسر فترة من الفترات. كان في برنامج تاني مش هو بينافسها بس اقل منها في القوه، بس في حته معينه هو قوي جدا. يانسس دي بتعمل سيميليشن لكل الفلو انجينيرنج بروبلم، كل الانجينير المشاكل الهندسيه كلها. الفلو ده بيعمل حته صغيره، بيعمل سيميليشن في حته صغيره. راح تشترط ده عشان عنده قوه. خلاص زي ما بيكون احنا مثلا عندنا فندق والفندق ده بدا يخسر، فنيجي نعمل ايه؟ نتفق مع راجل مثلا مشهور بتاع مطبخ او بتاع، نجيب مش عارف شيف شربيني ولا مين ده، ونيجي نقول له تعالى يا عم اشتغل في المطعم بتاع الفندق بتاعنا. انا بحسن في حقيقة الامر، بحسن من المطعم، لكن ده كله في المجمل هيرجع على الفندق كله. فانا في المجمل كنت بخسر، لكن لما اشتريت ده وحسنت من جودة المطبخ هجيب زباين تاني. فهو بيقول لك تعمل تقييم مالي، اساسيات المشروع الناجح. خلاص انت كصاحب مشروع انت بقى هتعمل ايه؟ مهاراتك، مهارات صاحب المشروع ده. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا مس مروه؟ لا 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 ولا يهمك، شكرا، الف شكر. مهارات صاحب المشروع، ان اداره مشروع امر يمكن ان يكون امرا ممتعا ومربحا في نفس الوقت، ويحتاج الى العديد من المهارات. حتى تكون صاحب مشروع ناجح يجب ان تمتلك
المهارات، حط خط بعد الكلمة اللي جاية دي، الإدارية. لازم يكون عندك إيه؟ تخطيط جيد، صنع قرار، قيادة، القدرة على تحفيز الغير. سيبه خلاص، سيب الباب، سيب الباب اللي عمل لك مشكلة. التنظيم. هذه المهارات المذكورة تساعد صاحب المشروع على القيام بتأدية المهام اليومية بنجاح. انت راجل مدير الفندق ده، عشان تكون مدير فندق يا ريت، عشان تكون مدير فندق لازم يكون عندك ايه؟ ليه انت تكون المدير ما يكونش الراجل اللي وراك ده؟ بالظبط، هي دي المهارات دي لخصها لك الراجل او ذكر بعض منها: تخطيط، صنع القرار، القيادة، القدرة على تحفيز الغير، وحط خط تحتيها دي، والتنظيم. مش شرط انت كمدير تعمل الموضوع بيدك، بس ممكن تحفز الناس على انه يعملوه. تفضل. المهام اليومية لصاحب المشروع. إدارة مشروع ما ليست بالعمل الصعب، ولكن يتوجب عليك أن تكون متفرغا لمشروعك، وأن تعمل على إنجاحه، وأن تكون قادرا على فعل العديد من الأمور المختلفة. يبقى لازم يكون عندك، تكون أنت متفرغ لمشروع ده، وبتكون عندك عزيمة وإصرار أنك تعمل على إنجاحه. لو هو بيخسر أنا قلت أنت مش أول حاجة تفكر فيها تبيعه. عندك مشروع أنت بتمتلكه من فترة وبدأ يخسر، ما تخليش حل أنك تبيعه ده أول بديل، لا، ده خليه البديل الأخير خالص لو اضطرت ليه. لكن أول بديل إزاي تفكر إزاي تعمل على إنجاحه، تعمل له إعادة إنعاش تاني. الشركات الكبيرة ما بيسيبش نفسه يوصل للمرحلة دي من حين لآخر كده. الشركات دي لما تحس نفسها ركضت كده خلاص، تعودنا احنا على بيبسي وكوكولا، تعودنا عليهم خلاص، يبدا ينشط نفسه، فجاه يعمل لك ايه؟ عرض زي العرض اللي عاملاه فودافون مع بيبسي اللي من دول. طب ادفع النص هنا وخد النص هناك والكلام العبيط ده. ايه ده؟ ده هو بيخلي دايما الشركه في ذهنك، دايما خليك فاكر المنتج بتاعنا. خلاص؟ جميع المشاريع مختلفه في طبيعتها، ولكن من أجل النجاح في إدارة أي مشروع ينبغي توفر الصفات الآتية: الصفات الشخصية. صفات شخصية بغض النظر عن الصفات التانية بعدين، الصفات القيادية، لا، صفات شخصية. رجل يكون في ذاته نفسه كويس. كونك صاحب مشروع فإنه يتوجب عليك أن تكون عازما على أن تجعل المشروع ناجح. خلاص؟ إرادة، يكون عندك إرادة أنك تتحقق النجاح للمشروع ده. العزيمة، تعمل بجد، وأن تعرف ما يحتاج إليه زبائنك، وأن تبقي مشروعك في مستوى جيد من التنظيم. التعامل بمسؤولية في إدارة المشروع من الناحية المالية. التعامل بمسؤولية في إدارة المشروع من الناحية المالية، ما تهدرش المال. طبعا الصفات دي كلها للاسف مش موجوده فين؟ في مديرين الشركات العامه عندنا والشركات الحكوميه والحاجات الكلام ده في الخاص بس، لكن اداره المال العام عندنا يعني ابسط ما يمكن، ويا ما تسمع عن الفساد، وده للاسف دي حاجه مش كويسه. طبعا ده هو عنده الصفه دي، فالمفروض اصلا ما يكونش في المنصب ده. التعامل بمسؤوليه في اداره المشروع من الناحيه الماليه، وان تتاكد من انك تقوم دوما بتنظيم سجلاتك الحسابيه. ما ينفعش تمشيها كده ايه بالبركه. ده راجل ده بتاع السوبر ماركت بيسجل اللي بيدخل واللي بيطلع، وانا ليه عند الراجل ده كام، وباقي لنا فلوس وودلنا ايه. بالظبط كده. ان تكون مستعدا للاقدام على المجازفه المحسوبه. ايه المجازفه المحسوبه دي؟ يعني ايه المجازفه المحسوبه؟ اتفضل. يعني ايه المجازفه المحسوبه؟ المشاكل ممكن تتجاب، ممكن قرار يكون حاسب، بس هو مجازف يعني. مثلا اشتري حاجه بس ده صح. كلام ده الراجل ده، كلام الراجل ده كويس، جرب من القصه. انت بدات البيزنس بتاعك وانت شغال ومرتاح والدنيا مرتاحه وكويس. جه واحد من اللي بنتكلم عليهم، فاكرين اتكلمنا عليه في المحاضرات اللي فاتت، الراجل بتاع التسويق اللي بيبقى عنده رؤيه ده، يقول لك ايه؟ انت بدل ما انت فاتح الشركه دي
اقسم الشركه بتاعتك شركتين واقسم السوق بتاعك وخد جزء اعمل تجزئه السوق. الافكار اللي اتكلمنا عليه اعمل تجزئه للسوق وحسب لك هو حساباته واداك دراسه جدوى للموضوع. دي في حد ذاتها مجازفه لكن محسوبه جايه من اهل الخبره. ده راجل عنده خبره في التسويق واداني الفكره دي. ان تكون مستعدا للاقدام على هذه الامور. لو انسان خواف بطبعه ده مش هينجح، ده اصلا المشروع ده هيفشل، لان اصلا رياده الاعمال في حد ذاتها مجازفه. انت راح تبدا بزنس ما حدش بداه قبلك، ما هو ده رياده الاعمال غير رجال الاعمال. زي ما قلنا رجل الاعمال ده بيكون بزنس وهو بالفعل موجود. دخل يجي لو قلنا مثلا واحد نزل قريه وعمل مشروع ونجح، جه الراجل ده معاه فلوس نزل كده في القريه عايز يعمل مشروع، لقي الراجل ده عامل مشروع وناجح، راح عامل ايه؟ راح عامل مشروع زيه. الراجل ده رائد اعمال؟ لا، ده رجل اعمال، ده جلد مشروع موجود بالفعل. مين اللي استحمل المجازفه؟ ده رائد الاعمال، ده اللي جاب فكره جديده وتحمل عواقبها. فان تكون مستعدا للاقدام على المجازفات المحسوبه، بس مش المجازفات العفويه اللي انت مش حاسب ليها اول ما تطق في دماغك فكرتك تعملها خلاص فكره كده وعملها. لا، وان تواجه التحديات المتمثله في المنافسه المحتمله. عليك تحقيق توازن ما بين المجازفات والمكافآت لكي تحصل على افضل العائدات في استثمارك. خلاص، زمان لما يعني مبارك عمل اقدم على مشروع توشكا للاسف كانت ناس كتير بتتنبأ اصلا بفشله، لكن يعني القياده السياسيه في وقتها ما سمعتش للامر ده. يا عم هتستصلح ارض وهتعمل، طب فين الميه؟ عندك في مشاكل في الميه، هتحفر ترعه السلام اللي هي كانت هتجيب من النيل دي تكلفتها اكبر بكتير من العوائد دي كلها. فدي مجازفه. انا والمشروع نجح كان بيقولوا لنا زمان، انا فاكر انا من جيل التسعينات، يقول لك توشكا دي هتوكلنا الخير، ده هنوكل العالم. فاكر كانوا دايما يقولوا لنا توشكا دي، ده لما توشكا دي هتعملها ناكل، ده الخير، ده الطماطم هتبقى بقرش، ده بكذا ده بكذا. كانوا وعدونا بوعود رهيبه. يعني دي مجازفه حلوه لو حصلت، بس لو نجحت، لكن مش محسوبه. دي مجازفه، دي مش محسوبه. فشلت. ما هي فشلت، ان هو كان الاصل ان هي معموله للشعب، معموله للبلد عشان تجيب خير للبلد. بيتابع الراجل في الصفات الشخصيه بتاعت صاحب المشروع. ان تقوم بتنظيم وقتك. ينفع انسان مش منظم يكون مدير صاحب عمل؟ باعداد جدول يومي. وعليك ان تبقي موظفيك على درايه بما يتوجب عليهم القيام به، وان تقوم بدفع الاموال المستحقه للمصرف والموردين في الوقت المحدد. ان تقوم بتنظيم وقتك باعداد جدول يومي. وعليك ان تبقي موظفيك على درايه بما يتوجب عليهم القيام به. مدير مش منظم، يجي الموظفين الصبح مش عارفين يعملوا ايه. نطلع الشغل وربنا يسهل. ولما يجي المدير طب النهارده عملنا ايه، نعمل ايه، ويبدا يفكر. ما ينفعش كده. فدي مش من صفات المدير الجيد. ده انت بتكون في خطه وبتمشي على اساسها، الخطه دي تكون مدروسه ومحسوبه، كل موظف عارف مهمته هيعمل ايه النهارده وبكره ولحد اسبوع جاي كمان وممكن شهر كامل. ان تكون دائما على درايه واعي. ينفع مدير كده مش بيعرف اللي بيحصل في المؤسسه عنده؟ ان تكون على درايه وان تكون على معرفه جيده بسوقك ومنافسيك ومجهزيك، وان تكون على درايه من اين تقوم بشراء سلعك وبافضل الاسعار من اجل تحقيق ربح جيد. استمع الى زبائنك بعنايه واعرف ما هي المنتجات والخدمات التي هم بحاجه اليها. تكلمنا في المره اللي فاتت على قصه دراسه السوق. لما تبدا بزنس هتدرس السوق بتاعك، هتشوف المنافسين. انت راح تبدا بزنس معين، طب بزنس ده حدش عمله، طب اللي عمله الراجل ده بيقدم خدمه، طب هل اعرف انا هقدم الخدمه دي بشكل جيد احسن منه، بسعر ارخص، بشكل مناسب، بجوده افضل؟ بتدور على القصه دي. ان تكون درايه على درايه بمعرفه جيده بالسوق والمنافسين،
من اين تقوم بشراء السلع بتاعتك وافضل الاسعار عشان تقدر تعمل افضل ربح ليك. استمع الى زبائنك. حلو قوي النصيحه اللي بيديها له دي، بيقول استمع الى زبائنك بعنايه واعرف ما هي المنتجات والخدمات التي هم بحاجه اليها. دايما لما تبدا بزنس، تبدا شوب، بتبدا تطلع منتج بيسموه يعني اول منتج ليك، بتبدا بعدين تاخد حاجه اسمها الفيدباك، التغذيه الخلفيه او ما اعرفش بيسموه ايه، ان انا يعني اسمع منك الفيدباك او التغذيه الخلفيه او ان انا اخد رايك يرجعني المردود بتاع الكلام. انا اديتك منتج وبعدين اسمع منك تاني الفيدباك. احفظوا المصطلح ده مهم خالص. بالظبط. وبتبص تلاقي اي شركه بدات تروح بص على اول منتج انتجته وحاليا هي بتنتج ايه. صح. المنتج طب ملوش حل، منتجات تانية كتير. طب جابت الكلام ده من فين؟ جابت الافكار بتاعت المنتجات التانية دي من فين؟ من الزبائن. برافو عليك. استمع الى زبائنك بعنايه واعرف ما هي المنتجات والخدمات التي هم بحاجه اليها، هم عايزين ايه. بتبدا انت تطلع منتج، بيبدا يطلبوا طلبات تاني وهكذا. أن تلتحق بالدورات التدريبية، وعليك أن تسعى إلى الحصول على الاستشارة المهنية لمشروعك لتعزيز مهاراتك التي تمكنك من زيادة إنتاجية مشروعك. عايز يقول الرجل ده العلم البحث مش كفاية، أن يكون عندك مهارات شخصية. راجل كده نبص عليه كده كاريزما، عارفين كلمة كاريزما؟ يعني شخصية كده، ليه شخصية كده وهيبة زي ما بيقولوا على خلاص. فليه كاريزما. طيب واحد عنده كاريزما وعنده المهارات الشخصيه وعلى درايه بالسوق وواعي وتمام، بس مش بيطور من نفسه، مش بياخد دورات تدريبيه، مش بيعرف كل يوم بيحصل ايه في السوق، ينفع؟ ما ينفعش يكون مدير. جيت كده راح تفتح البيزنس الخاص بتاعك وبتدور على مدير، انت مش هتقدر تبقى انت كل الموظفين في الشركه. جيت ابن عمك راجل شخصيه كده وحازم كده في البيت، يدخل البيت كده البيت يتهز، العيال كده يكنوا كده تحت السرير وخلاص كده. فقلت الراجل ده انا ينفع اوظف ابن عمي ده عندي مدير، بس للاسف ابن عمك ده خريج مثلا حقوق، راجل مالهوش في البيزنس، راجل بتاع قانون، ينفع يكون مدير؟ ينفع. بس ازاي؟ بالظبط. تديله العلم ده، هو عنده المهارات الشخصيه، تبدا انت تديله العلم يبقى بقى مدير ناجح. طيب لا انت عندك العلم واشتغلت كمدير، ينفع تسيب نفسك؟ ان تلتحق بالدورات التدريبيه، وعليك ان تسعى للحصول على الاستشاره المهنيه. عليك ان تسعى للحصول على الاستشاره المهنيه لمشروعك. تسال اهل الخبره. ده قصده بيها. لا طب انا مدير وشغال وزي الفل وعندي وخدت دوره يا عم من سنتين ولا حاجه. بس في مشكله جدت عندنا في الشركه ونسمع ان في فلان ده احسن واحد بيعرف في القصه دي. مش شرط اخد دوره عنده، انا ممكن استشيره على طول، اخد الاستشاره دي بدل ما اخد العلم ده كله، اتجاوب يعني زي ما بيقولوا اتجاوب معاه على المهمه دي، يعمل لي المهمه دي. هل مثلا مدير الشركه هو اللي بيصنع او بيصمم بيسموه ايه الفلاي بتاع المنتج اللي هو النماذج الترويجيه؟ لا هو عباره عن مدير المكان بس. هو اللي صمم شكل الكوبايه دي؟ استعان استشار بحد هو اللي بيشتغل على القصه دي. تتعلم من اخطائك السابقه. يعني النقطه دي مش عارف احط كام خط تحتها. للاسف ناس كتير نفس الغلطه ويكررها مره ثانيه، نفس الغلطه ويكررها مره ثانيه، ما عارفش تحس يعني ايه عاده عندنا ولا ايه بالظبط يعني. النقطة العنصر اللي قبل كده، شوف العنصر ده بيقول لك تعلم من اخطائك، العنصر اللي قبله تلتحق بالدورات التدريبية، استشارات، استعين بأهل الخبرة. أينشتاين لما عرف الغباء قال ايه؟ قال تعمل نفس التجربة بنفس الظروف مرتين مختلفتين تتوقع نتائج مختلفة. يعني عملت قصة وعملت تجربة وعملت وضع طلعت نتائج معينة، وبعدين عدت نفس التجربه بنفس الظروف بنفس الاوضاع بنفس كل حاجه وانت وبتعيدها متوقع نتائج مختلفه. ده غباء. عملتها بنفس الظروف بنفس الوضعيه وبنفس كل حاجه هتطلع نفس النتائج. في برنامج شغال على حياه اينشتاين،
بس مش حكايه بصراحه. احنا وعدناكم في حلقه من الحلقات ان شاء الله نجيب اللي هو البرنامج اللي بيكلمك على ازاي بتوع التسويق بيخاطبوا عقلك. أيوة. ازاي هم عارفين اصلا ازاي الدماغ بتفكر، ازاي بني ادم داويتي بيفكر ازاي، وايه اللي بيستثيره عينيه الاول ولا ودانه ولا ايه بالظبط، فبيشتغل عليه عشان يخليك يجبرك انك تشتري المنتج بتاعه. يا دكتور احنا دخلنا على صفحه تحليل كل حاجه عن التسويق، كل يعني محاضرات بالترتيب، يعني عملنا محاضره بالنزال، عملنا محاضره بالنزال، محاضره واحده ما حضرناهاش بالظبط، المحاضرتين اللي فاتوا لو ما حضرتهمش هتلاقيهم موجودين على الموقع. تكون منفتحا على الافكار الجديده، وان تتبنى الافكار الجيده من الجديده دي، وان تقوم باجراء التغييرات عندما تقتضي الحاجه وفي المكان المناسب، من اجل ان تكون قادرا على التكيف مع المنافسه ومن اجل زياده مبيعات. بيكمل المهارات العمليه ومهارات اداره الاعمال. على صاحب المشروع ان يمتلك المهارات التي تتصل بشكل مباشر مع المنتجات والخدمات التي يقدمها من اجل بيع منتجاته وخدماته. على سبيل المثال، اذا كنت تخطط لفتح محل بقاله، فعليك معرفه كيفيه اختيار وشراء سلع البقاله والتي يمكنك بيعها، وكيفيه المساومه على الصفقات الجيده مع المجهزين، وكيفيه نقل وتخزين السلع. الراجل ده اللي راح يفتح المشروع بتاعه، محل الادوات الصحي والسباكه دي، ينفع يبدا المشروع وهو مش عارف اصلا بيشتروا من فين الحاجات دي؟ يروح يشتري من واحد منافس ليه في السوق؟ طب ما هيديك زي الزباين، مش تعرف تبيع انت كده، هتخسر. لازم تعرف فين الناس اللي بتبيع، المصانع، تروح المصانع وهتجيب منها، تجار الجمله الكبار اللي هتشتري منهم بكميات. ينفع تبدا الموضوع ده؟ طيب بدات البيزنس ده وانت ما تعرفش انك انت اصلا جبت محل صغير، انت ما تعرف جبت اشتريت محل صغير وانت ناوي تفتح فيه محل سباكه، واكتشفت انك انت لازم لك مخزن. لما اشتريت المحل دورت على مكان تاني في البلد هتجيب مخزن، لقيته ابعد منك ب 3 4 كيلو، لانك انت من الاول لما فتحت ما كانش عندك استعداد او رؤيه في قصه تخزين السلع. خلاص، إذا كنت تخطط لفتح مشروع لصنع الملابس فأنت بحاجة إلى مهارات في الحياكة والخياطة. كتير من الناس بيتبنى رؤية إني لازم مدير مشروع في مجال معين يكون المدير يفهم في المجال ده. يعني لو مدير لمصنع بينتج الكوبايات دي، يبقى لازم المدير يكون على دراية تامة بإزاي بتصنع الكوبايات، زي المهندس المسؤول اللي تحت، المسؤول اللي عندهم في المصنع اللي مسؤول عن خط التصنيع بتاع الكوبايه دي. الراجل بتاع محل ادوات السباكه ده هو هيبيع، مش هو مش سباك، هو مش بتاع صحي، مش هيجي يعمل لك في البيت، لكن لازم يكون عنده درايه الامور دي بتتم ازاي. احنا عندنا في الهندسه في حاجه اسمها مجال الاستشارات وفي مجال التنفيذ. انت ممكن تكون استشاري او مهندس بتاع تنفيذ. المهندس اللي بيجي في الموقع، في مهندس تاني في المكتب، المهندس اللي في الموقع ده بيتولى تنفيذ، هو جات له المخططات من المهندسين الكبار والاستشاريين، جات له مخططات بتاعه المشروع وكل حاجه، هو هيمسك الكلام ده وينفذه، مش هو اللي صمم الكلام ده، خلاص هينفذه. الاستشاري هو اللي بيصمم. حلو خالص. سؤالي بقى، هل الاستشاري ده ينفع يكون استشاري من اول ما اتولد؟ لا، لازم يكون مهندس كان موجود في الموقع وطلع بيه استشاري. الاستشاري اعلى، عشان كده الاستشار عندنا في الهندسه بتاخدها بعد 15 سنه. لازم يكون ليك 15 سنه شغال في المهنه دي، في القصه دي، يعني انت راح تاخد استشارات مثلا في مجال البناء، يبقى ليك 15 سنه شغال بعد التخرج. يعني لو انت ليك 15 سنه متخرج مش شرط تاخدها. انت في ال 15 سنه اشتغلت منهم 5 سنين في مجال تاني في الكباري، وبعدين ال 10 سنين اشتغلتهم في الطرق، وانت عايز تاخد استشارات في الطرق. في لسه 10 سنين. بشوف يا دكتور تاخدها في النقابه. بشوف مهندسين الاستشاريين صغيرين في السن. هو موجود جوه مكتب. في مدير المكتب هو اللي بكلمك عليه. اللي هو فاتح المكتب باسمه ومش بيمضي صاحبنا ده باسمه. امال اشتغلت استشارات؟ ماليش 3 4 سنين.
اشتغلت مع مكتب مهندس كبير ده، هو اداني المهمة وعملتها، بس بيجي تحت اشرافه بياخد التنفيذ بالتصميم بتاعي ده ويراجعه. طب اللي هو انت بتتعلم ازاي؟ ما خلصتش سنه دول يقول لك من خبره ازاي؟ طب سنتين ثلاثه منهم اللي انا بعمله ده، وهكذا بتشتغل مع ده وتشتغل مع ده وتشتغل مع ده. فهو بيقول لك ان عشان تفتح مشروعك يا راجل انت ايه، عشان تفتح مشروع لازم تكون على درايه بالامر. ينفع تبقى بتاع خضار وما تعرفش الفرق بين الفواكه وبعضها وكده؟ زي انا يعني، انا ما اعرفش اميز بين البرجوج والثاني الاصفر ده ولا اسمه ايه، مش مش البرجوج ما بعرفش ايه ده، احمر اسمه مع مين فيهم؟ لا الاحمر اللي هو البرجوج ولا مش مش بس ممكن تقعد شيء انا اتلخبط بعد خلاص. بعض الناس بتتبنى هذا الراي، ده الراي الصالح، لكن في بعض البعض الثاني بيقول لك لا مش شرط، مش شرط، انا راجل راح افتح محل ادوات كهربائيه مش شرط تكون كهربائي، انا راح ابيع. بس الراي الصائب انك انت يكون عندك خلفيه بالموضوع صح. خلاص على صاحب المشروع ان يمتلك المهارات التي تتصل بشكل مباشر مع المنتجات والخدمات التي يقدمها من اجل بيع منتجاته وخدماته. خد بالك تيجي صح وغلط في الامتحان، الامتحان بيجي من الحاجات دي. خلاص على صاحب المشروع ان يمتلك المهارات التي تتصل بشكل مباشر مع الخدمه اللي بيقدمها. خلاص راجل ده بيبيع بقاله، يبقى لازم يبقى يعرف بيجيب من فين بتاع الجمله والتخزين والقصه دي كلها. راجل زي ما قلنا بتاع سياكه لازم يبقى عارف، انا كنت بروح للراجل اللي بشتري منه ده بوصف له المشكله بتاعتي بيقول لي لا خد كذا وخد كذا، لو هو مش دريان اقول له طب لا شوف هات لي السباك اللي هيشتغل لك يكتب الطلبات، انا مش عارف انت بتقول ايه. خلاص ينفع يعني نرجع للقصه دي، اذا كنت تخطط لفتح مشروع لصنع الملابس فانت بحاجه الى مهارات في الحياكه والخياطه. هل عارف الفستان شكله ازاي ولا المكان؟ ولا معانا نسايبي شغالين في القاهره فاتحين مصنع كده بيصنعوا عبايات وكده، ما شاء الله تقابل الواحد فيهم مش بيشتغل بيده، يعني هو ده جايب طقم كده في ميل كده شويه بنات كده هم اللي شطار في قصه الفساتين وكده، لكن الواد شوف كده توقف معاه يقول لك الفستان ده شكله ايه، واخد كام زره واخد كذا وبيعدي على كم مكنه، فاهم كل حاجه ما يشتغلش بايده لكن فاهم. هو ده لازم يكون عارف ايه اللي بيحصل. ايوه فهمت القصه عليه وهو لانك انت اصلا لو انت مش دريان بالقصه دي هيجي الطبقه اللي تحتك الموظفين اللي تحتك هيخدعوك، ما انت ما عندكش خلفيه باللي بيحصل تحت، انت قاعد فوق والناس اللي تحت زي اللي بيحصل معانا، اللي فوق غير اللي تحت، الناس اللي فوق مش حاسه حسوا بينا حسوا بينا. تعال هنا يا راجل انت، تعال اقعد جنب اهو ايوه تعال، ما انا عارف طب انا عايز استمتع برؤياك، تعال اقعد جنبي. لا انا عايزك تقعد جنبي، هات كرسيك وتعال. حسين شغل المراوح دي، لا اشتغل عشان شغل المراوح هنا اتفضل. ايه؟ خليها في النص، خليها في النص. ليه ثلاثة؟ المهارات العملية ومهارات إدارة الأعمال. سمعني يا راجل أنت؟ بص على الشاشة كده واقرأ. مهارات إدارة المشروع، وهي تلك المهارات التي تساعدك على إدارة مشروعك بشكل جيد، بص على الشاشة عندك هنا. وتقوم برعاية جميع الأنشطة المختلفة للمشروع بطريقة فعالة، وكونك صاحب المشروع عليك معرفة كيفية التعامل مع الموردين، الناس اللي هتجيب لك البضاعة، السبلايرز بتوعك اللي بيزودك بالبضاعة دي، ناس بتوع الجملة، ولع المروحة التانية للناس اللي ورا. شغالاش أصلا. تنظيم المهام المختلفة للمشروع عن طريق عمل جدول للمهام اليومية. إدارة الوقت الخاص بك، كيف يتسنك القيام بجميع الوظائف بشكل صحيح. تنظيم الوقت الخاص بموظفيك وجداول أعمالهم اليومية ورواتبهم.
هيجيك سؤال. تنظيم الوقت الخاص بالموظف من مهمة الموظف ذاته، صح ولا غلط؟ صح. ليه غلط يا رجل انت؟ صح كلامك. ليه غلط؟ لان من مهمة المدير بتاعك. مهمة المدير بتاعك. المهام اليومية لصاحب المشروع. كن دائما على دراية كاملة بتفاصيل مشروعك. لا ما خسرش، ما تخافش. بس هو الرجل يعني زعلان خلاص. سيبها. متابعة المستجدات أمر ضروري لإدارة أي مشروع. ما هي أنواع السلع التي يرغب بشرائها الزبائن المحتملون؟ حلوة حكاية الزبائن المحتملون، قصدوا بها الزبائن مش الحاجة ممكن يشتري السلع لو عملت سلع. الاحتمال صح. ده ما انت ملعلع هو يا راجل انت. الزبائن الجداد، الناس اللي هتيجي. انا دلوقتي عندي محل والجماعه دول بيشتروا مني، انا خلاص انتوا تشتروا مني وانا بعملكم بشكل كويس، فخلاص انا كسبانكم. بس انا بفكر في ايه؟ ناس جديده. انا عايز اكل السوق، انا عايز اكسب ناس تاني. يعمل ايه دي بقى؟ ما دي قصه النقاش اللي جزء منها في المحاضره اللي فاتت، وهنناقش في المرات القادمه. ما هي المشاريع المشابهه والمماثله لمشروعك؟ شوف المنافسين بتوعك بيعملوا ايه، بيقدموا ايه بالظبط. اين يمكنك الحصول على التدريب اللازم لرفع قدراتك الاداريه؟ موضوع الدورات اللي هتاخدها، تختارها في مكان مناسب. ما تروحش كده عند اي حد كده خلاص تاخد دوره وترجع ولا فاهم اي حاجه. اين يمكنك الحصول على مشوره خارج نطاق مشروعك لتحسين الارباح، مثل طلب النصيحه من رجال الاعمال المتمرسين؟ لازم تبقى عارف برضو من اين يمكنك شراء المواد والسلع ذات الاسعار المنافسه والنوعيات الجيده. اختيار ساعات العمل المناسبه لمتطلبات الزبائن. حلوه دي. قصدي بيه ما هو الكلام مكتوب قدامك. اختيار ساعات العمل المناسبه لمتطلبات الزبائن. واحد فتح سوبر ماركت وبيفتح من الساعه 3 للساعه 5 بس ويقفل، ده حمار ده صح؟ وبيسيب مثلا اجمل فترتين، فتره الصبح بتاعت الموظفين واللي بيطلعوا وطلاب المدارس اللي بيطلعوا والكلام ده، لو هيشتري له اي حاجه وهو طالع. وبيسيب فتره العصريه اللي الناس بتروح تجيب فيها بضيعه المغربيه، يعني الناس خلاص رجعت من الشغل وريحت، فترجع بعد المغرب تجهز حاجه العشاء وكده. دول بيقفل فيهم، ده حمار ده صح؟ ده عايز يخسر. فهو بيقول لك ايه؟ اختيار ساعات العمل المناسبه لمتطلبات الزبائن. من المهم جدا ان يكون لديك اكبر قدر من المعرفه للمشروع الذي تريد تاسيسه قبل افتتاحه. الاموال التي تحتاجها للبدء في مشروعك وتشغيله. عندك الفكره ليه راح تعمل مشروع يا راجل انت؟ ايه المشروع اللي انت ناوي تعمله؟ جهز الكلام ده عشان مشروع التخرج، عشان اعمال السنه. اعمال السنه اغلبها على مشروع التخرج. باه باه. ايوه باه باه معانا. طب ممتاز. احنا قلنا مشروع التخرج ده ممكن يكون فكره او مشروع بالفعل موجود. تعمل له بقى ايه؟ تيجي تحكي لنا عليه نشا ازاي، وايه بقى رؤيتك عنه، مدى ارباحه مدى خسارته، وايه رؤيتك ازاي تحسن من وضع المشروع ده. تحكي لنا على الطحنتين بتوعك اللي عم تتكلم عليهم دول، وتقول لنا ازاي بتفكر تستقطب زباين جديده، ازاي تعمل لهم، هل هتعمل اعلان في التلفزيون مثلا؟ بتخطط لكده يا راجل انت؟ شايف بلعب على البرايس على السعر. قلنا المزيج التسويقي 4 بي، فاكرين البرايس والبروموشن والبرودكت. جميع المشاريع بحاجه الى اموال لكي يتم البدء به. خلي الكلام ده وقت لقصه المشروع. وفر مجهودك.
اختيار الموقع كلمنا عليه النقطه دي صح هيكون في مكان اختيار الموقع يناسب المشروع ذاته برافو عليك لا تنفع شويه دي تفتح مصنع معرض سيارات كبير قريه فقيره اصلا الناس بيلاقوا الخضار بالعافيه ما شاء الله عليك اختيار موقع مناسب لمشروعك وان تقوم بتحديد مبلغ الايجار الذي تستطيع دفعه احتياجات المشروع عليك شراء احتياجات مشروعك مثل الادوات والسلع والمعدات والسجلات الى اخره دفع التكاليف مثل رواتب موظفيك والخدمات والايجار الى اخره وضع ميزانيه لمشروعك تتضمن التكاليف المتوقعه دي كلها دي قصه ايه قصه الفلوس بقى في المشروع بتاعك المشروع اللي انت ناوي تبداه ناوي تفتح مشروع تذكر ان هذه الاموال تصرف اثناء البدء في مشروع وقبل ان تكون قادرا على تحقيق الارباح دي فلوس في الاول هتصرفها ولسه ما خدتش ايه ارباح حاجه تاني خالص ايجار وميزانيه وموظفين هتدفع لهم راس المال الاولي ده الواحد لو حط 100 في المشروع هيجيب 500 عايز يجيب كام يعني لو حط 100 في المشروع لازم يجيب كام 5 على الاقل على الاقل يا دكتور اتفضل لازم 5 الأموال التي تحتاجها للبدء في مشروعك وتشغيل عليك أن تقرر من أين يمكنك الحصول على رأس المال اللازم للبدء في مشروعك لو معاك فلوسك الخاصة أنت تحويش أبوك تحويش الفلوس بتاعت أبوك هتاخدها لو تاخدها خير وبركة طب مش معاك أبوك راجل فقير زينا مثلا تعمل إيه العائلة ولا أصدقاء شوف حد معارفك ملقيتش ما انت من عيلة فقيرة هتلاقي عيلة قرايبك افقر يعني هيجيب قرض تبدا تبدا تروح على مؤسسات التمويل الاصغر او المصارف او البنوك او كده في مؤسسات كتير خالص قصة ريادة الاعمال بدأت دلوقتي في الصعيد من فترة قريبة هو اصلا شركات كبيرة بتنشئ الشغل بتاعها يجي يقول لك ده رجال اعمال ده بينشئ الشركة يقول لك انا عايز واحد زيك انت رائد عنده فكرة عنده فكرة مشروع تعال وانا اتمناها لك انا هديك التمويل الخاص التمويل الخاص بالمشروع ده هديهولك انا بس انت اديني الفكرة دي وكلمني عن المشروع بتاعك ده اعتمادا على نوع المشروع الذي تود القيام به عليك ان تأخذ بعين بنظرة الاعتبار ضرورة تقليص المصاريف للبدء بالمشروع باقل قدر ممكن من المال اذ يمكنك ان تبدأ العمل من البيت لتوفير مبلغ الإيجار من خلال المعدات التي تمتلكها أصلا وأيا كانت الحالة فإن عليك أن تقوم بتحديد مقدار المال الذي تنفقه قبل ببدء مشروعك بتحقيق أي ربح حتى عنده أسئلة في الجزئية اللي فاتت دي أنت فعلا ينفع تكون رائد من رواد الأعمال لا يعني لا نسبة 50% طيب عشان تعرف نفسك انت عندك الشجاعة انت عندك ريادة الاعمال دي بجد ولا تعال نجاوب على الاسئلة او نشوف الصفات دي ما هي السمات الرئيسية لتكون ريادي وصاحب مشروع ناجح الدافع الموتيفيشن لازم يكون عندك دافع انت عملت المشروع ده ليه ده اول سؤال هنسأله لك لا من غير الهدف الدافع انت لاقي مثلا انت عايز تفتح محل ادوات الصحية دي لان مفيش في البلد عندنا ادوات صحية اقرب واحد بيروح مشوار مش عارف كام كيلو عشان يجيب ادوات الصحية بتاعته في القرية ده احنا ما عندناش مستشفى هنا في القرية بتاعتنا دي اقرب مستشفى مش عارف على فين على مسافة فين في يكون دافع لا ده احنا عندنا الطريق بتاعت القرية دي كلها مش ممهدة وبتحصل حوادث كتير فيها ده انا عندي فكره ان احنا عايزين نمهد المشروع ده طب هجيب ارباح ازاي يا اما افرض كوته صغيره مثلا على الطريق التذكره المرور مثلا بجنيه ولا حاجه بس في دافع في الاول ان الطريق بايظه ومتكسره احنا عايزين نعملها المسافه مثلا بين القاهره واسيوط
على الطريق الزراعي ده مش عارف كام كيلو. انا عندي فكره انها لو دي بتستهلك وقت ومال كتير خالص، لو طلعنا على الصحراء وخدنا طريق تاني فتحناه، يبقى لازم يكون في موتيفيشن. لما الجماعه بتوع الجيش عملوا الطريق بتاع الجيش ده اللي هو بتاع صوت صهاج ده، صوت القاهره ده، سهل خالص. يبقى الموتيفيشن ان هو الدافع اللي عنده، الدافع ان هو بدل ما يخلي الراجل رحله السفر 4 ساعات يخليها ساعتين، توفير للبنزين والمال والفلوس كل حاجه. لما بيعملوا كباري بيكون في دافع، يبقى قصه ان يكون في دافع. خلاص الدافع ده لازم تفكر فيه، مش شرط يكون انك انت عايز تكسب فلوس، ده مش ده الدافع المناسب عشان تفتح مشروع. ده دافع مناسب عشان تفتح اي مشروع، لكن اللي انا بتكلم عليه المشروع ده بالذات ليه انت عايز تفتح، ده اللي لازم تجهز اجابه السؤال ده. يكون عندك دافع عايز تفتح مصنع يعمل اقلام، طب ما تفتح مصنع بيع مكرسات. ايش معنى الاقلام؟ لازم يكون في دافع معين. فانت هتجاوبني على السؤال ده، ايه الدافع؟ وتمثل الاسباب اللي تدفعك وتحفزك نحو البدء بهذا المشروع. عندما تريد عيش تجربه تعود عليك بالاحساس بالرضا والقناعه من خلال اداره مشروعك، عندما تريد ان تعمل بشكل مستقر وتكون انت المسؤول الاول في عملك، عندما ترى فرصه لكسب المزيد من المال، عندما يكون بوسعك تقديم خدمات او منتجات افضل من تلك التي لدى منافسيك. ايه الدافع؟ انا عايز افتح محل يا عم، لان المحلات اللي عندنا في البلد زباله وحشين مش بيقدموا الخدمه بشكل مناسب، فده دافع قوي جدا. عندما يكون لديك خدمه او منتج تقدمه للناس ولا يتوفر في السوق، ده اللي بقول قلته في الاول، مفيش حد بيبيع المنتج ده، فده دافع قوي جدا. تاني جزئيه، تاني سمه، يبقى اول سمه هي ايه؟ الدافع. يكون عندك دافع قوي انك تفتح المشروع ده. تاني حاجة الالتزام، كوميتمنت، يعني هو الاستعداد للعمل الجاد وتقديم تضحيات من اجل تحقيق النجاح. طب انت عارف انك انت المشروع الجديد ده جديد، ما حدش عمله قبل كده، يعني احتمالية النجاح واحتمالية الفشل متساويين. انت ممكن تخسر وممكن تنجح، ممكن مدخراتك الشخصية اللي انت جهزتهم دي عشان تفتح مشروعك دول يضيعوا هباء كلهم كده. يبقى عندك التزام، عندك استعداد للعمل جد. لا يا عم، انا عندي قناعة ان انا هنجح ان شاء الله. عندك استعداد للعمل، تشتغل بشكل جيد وجاد، جيد وجاد، تشتغل بشكل كبير وتقدم تضحيات من اجل تحقيق النجاح. انت وحدك المسؤول عن ادارة ونجاح مشروعك، انت كرائد من رواد الاعمال انت المسؤول عن النجاح وادارة المشروع، وهذا يعني اعطاء ساعات طويلة من الاهتمام لمشروعك. مش شرط يبقى الساعة، لو انت فتح محل بقالة الساعات اللي بتقضيها في محل بقالة دي هي ساعات العمل، لا انت محتاج ساعات تانية بعديها. لما تروح البيت تبدا تفكر، طب انا كنت بشتري من الناس دول، طب ابدا افكر يمكن اروح اجيب من المصنع ذاته، انا بدل ما اشتري من تاجر الجملة ده يمكن بيبيع عليا غالي، اروح اجيب من المصنع. تبدا تفكر، ده كله مجهود انت بتبذله في البيت، فده من ساعات العمل. فانت عندك ساعات عمل هيبقى مش بس اللي انت بتبشرها في العمل ذاته، لا ده وكمان ايه؟ في البيت كمان. هذا يعني اعطاء ساعات طويله من الاهتمام للمشروع. ان اداره مشروعك اكثر من العمل بدوام كامل، ان اداره مشروعك ستكون التزاما على مدار الساعه. تنام تحلم بالمشروع ده. ثالث عنصر او ثالث سمه، الاقدام على المجازفه. الاقدام على المجازفه. ليه الإقدام على المجازفة؟ يقول لك تتمثل في استعدادك للمجازفة بأموالك في إنشاء مشروعك. أي قرار لابد أن يحوي قدرا من المجازفة، وليس هناك أي ضمانات مؤكدة للنجاح. راح تفتح مشروع محدش فتحه قبل كده أو فكرة جديدة، فدي مجازفة في حد ذاتها. لو أنت عندك الفكرة دي كتير خالص، كان بيبقى مشكلتي مع والدي، في القصة دي. والدي من المدرسة القديمة، عنده مثلا عنده تليفون في البيت ولا عنده زي ما بقول رغيف خبز كده واحد، خلاص عنده استعداد يحافظ عليه ويخليه. عنده جرات ارض في البيت، خلاص يحافظ عليه ويخليه. اقول له يا ابويا طب ما انا عندي فكره، هنبيع جرات الارض ده
ونعمل مش عارف ايه ونفتح مشروع ايه. لا ما انت ممكن تبيعنا اجراض الارض ده وتفتح المشروع بتاعك ده وما ينجحش. فهمت؟ فاقدام على المجازفه دي تلاقيها كتير خالص عند اليونج بيبل الشباب، تلاقي عنده القصه دي، بس ما كانتش مدروسه بشكل جيد تؤدي للفشل. المجازفه المحسوبه. ايوه برافو عليك، مجازفه تكون محسوبه. من المهم ان تقاس المجازفات التي ترتبط بكل قرار وان تكون المجازفه خاليه من التهور. صنع القرارات، لازم يكون عندك القدره على صنع القرارات يا راجل، انت اللي جاي متاخر. وهو الاستعداد لوضع قرارات حاسمه مهما تعددت الضغوط. شغال في الشركه وابن عمك شغال معاك بس بيخرب الشركه، بس ده ابن عمك. لا ما انت المدير وعارف ان هو ده بيخسرك وخربان، ابن عمك ده خربان مش عمران. تقدر تستغنى عنه؟ لو تقدر تعمل كده المكان التاني ده ما يأثرش ماشي. هو هنا بيكلمك على صنع القرارات دي، الاستعداد لوضع قرارات حاسمة مهما تعددت الضغوط. يجي عمك في البيت ومرات عمك وخوالك والقرايب والأهل، انت هتفصل مش يا عم ده بيخسرني يا عم، ده مش عارف يتكلم مع الزباين، ده بيخسرنا الزباين بتوعنا، ده احنا عايزين نكسب زباين جديد وهو بيخسرنا القدام. ما ينفعش. قد تواجه مهمة اتخاذ قرارات صعبة وسريعة. قرارات سريعة ده لازم يكون عنده القدرة دي، مش كل الناس عندها قصة اتخاذ قرارات سريعة، وتكون القرارات السريعة دي مناسبة هي اللي في الاتجاه الصحيح. تجنب اتخاذ قرارات خاصة بالمشروع يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة. نجاحك يعتمد على قدرتك في اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب. في الوقت المناسب. لو والدك اللي بكلمك عليه ده اللي هو معاه جرات الأرض ومش راضي يبيع عشان يفتح المشروع ده، هو ده مشروع كذا وده نسبة نجاحه كويسة. لا يا ابني يا عم الجرات يبوظ. جه بعديها بشوية بنبص لقينا واحد في القرية باع الجرات بتاعه وفتح المشروع ده والمشروع ده نجح، والراجل ده بيجي مليونير كده. يجي ابوك يقول لك يلا يا ابو ولدي نفتح المشروع. اتخذ قرارات مناسبة في وقت مناسب. الوقت فات، هنفتح احنا كده هنبقى مجلدين ليه؟ الله اعلم هنربح نفس الربح بتاعه ولا هيكون كل السوق كله الراجل ده. روح المبادرة. روح المبادرة. عنصر اللي بعد كده، يكون عندك روح للمبادرة. وهو الاستعداد لأن تتحلى بروح المبادرة في محاولاتك نحو بلوغ النجاح. عليك أن تبادر إلى تحقيق الأشياء بنفسك، وألا تنتظر التوجيه من شخص آخر بشأن عمل مشروع. عليك أن توجه الأحداث بحيث تجعلها تصب في مصالحك. خذ شيئا من الوقت لقياس المجازفات، ومن ثم قم بوضع قرارات مدروسة متأنية. القدرة على التكيف عشان تكون راجل ريادي. القدرة على التكيف، الاستعداد لتغيير مواقفك وآرائك وطريقة تفكيرك ونظرتك للسوق، وذلك بهدف دعم مشروعك ودفعه نحو تحقيق المزيد من النمو. قدرة على التكيف، قصده ايه بيها؟ حد يضرب لي مثال. تأقلم مع السوق. انا كنت اعرف راجل عندنا في البلد فتح محل اللي هو بتاع المون بتاع الحدايد دي والبويات وكده. كان هو تقريبا الوحيد كده في المنطقة. شوية بشوية حس ان في ناس بتحتاج اكتر، اللي بيشتري بيجهز بيته ده بيشتري حدايد وبويات، بيشتري معاها ادوات كهرباء. بدأ يدخل في السوق ده، بدأ يشتري ادوات الكهرباء ويبدأ يبيعها. القدرة على التكيف، بدأ يكيف نفسه، بدأ ما عنده دلوقتي محل ده ضاف عليه العنصر الثاني ده. بدأ التكيف ده بناء على ايه؟ بناء على البيئة، الوضع ده ما فيش حد في المنطقة بيبيع كهرباء، والراجل كده كده جايين يمون، اللي بيجهز بيته هياخد بالمرة. القدرة على التكيف، الاستعداد لتغيير مواقفك وآرائك وطريقة تفكيرك ونظرتك للسوق،
وذلك بهدف دعم مشروعك ودفعه نحو تحقيق المزيد من النمو. يتحقق النجاح عندما تلبي احتياجات زبائنك. إن احتياجات الزبائن يمكن أن تتغير مع مرور الزمن، وعليك أن تكون مستعدا لحل المشاكل التي ستواجهها عندما تتغير متطلبات زبائنك. التعامل مع الأزمات. الاستعداد للتعامل مع الأزمات والضغوط ومواصلة الأداء والصمود خلال ذلك. إن الشخص الأكثر نجاحا هو ذلك الشخص الذي واصل الصمود في العديد من الحالات الصعبة بهدف التغلب عليه. عليك أن تضع قرارات حاسمة عندما تكون الأوضاع جيدة وسيئة على حد سواء. الرجل الشاطر اللي بياخد قرارات في وقت في وضع جيد وفي وضع سيء، الدنيا مرتاحة كده ورايقة كده وبياخد قرارات كويسة، لكن لما يبقى في ضغوط حالي ما عارفش ياخد قرارات، ده مش انسان كويس. تاخد قرارات المناسبة في الوضعين. المهارات الفنية الأساسية. يجب أن تكون لديك الإمكانيات اللازمة لتوفير الخدمات أو المنتجات التي يقدمها مشروع. أمثلة: الخياطة وتصليح السيارات وأعمال السباكة والتأسيسات الكهربائية وصنع الأساس إلى آخره. كمشروع صغير إذا لم تمتلك أنت أو شريك المهارات الفنية المطلوبة وفقدت الموظفين الأساسيين الذين يمتلكون هذه المهارات، فإنك قد لا تستطيع مواصلة مشروع. راجل عمره ما درس الهندسة وجاي بيقول أنا عايز اخترع جهاز تكييف بس ما يشتغلش بالكهرباء. طب يشتغل بيه؟ ما اعرف. طب يعمل ايه؟ ما اعرف. طب يشتغل ازاي؟ انا رائد اعمال. لا انت مش رائد اعمال كده، ده انت بتستعبط كده. لازم يكون عندك مهارات فنية في الحتة دي. راح تفتح زي ما قلنا محل بتاع الحياكة والخياطة، الرجل بيتكلم عليه ده وانت بتعرفش الفرق بين البلوزة والقميص والتنورة والجلابية والمنطلون والقميص، يفرقش معاك. او ما عندكش ذوق في اللبس، بتلبس اي حاجة وخلاص كده. مش ينفع انت تفتح المشروع ده. الالمام الكافي بمشروعك، بمجال مشروعك. يجب ان تمتلك خبرة كافية في مجال المشروع الذي تريد اقامته. مثال: عندما تريد البدء بمشروع لصناعة الاساس، يتوجب عليك ان تعرف نوع الخشب الذي تريد استخدامه، اين يمكن ان تشتري الخشب بافضل سعر ممكن، كيفية اختيار وتخزين المواد، ما نوع الاساس الذي يلقى رواجا كبيرا وافضل مكان يمكن بيعه فيه. انا عايز افتح ورشة نجارة وانا ما اعرفش حاجة عن نجارة، ما اعرفش الخشب انواع الخشب الحضيبي والكونتر ومش عارف ايه والخشب الابيض، ما اعرفش اغرقه. خلاص بالظبط، ده هيفتح دماغه ده من الخط اللي هيجيله. كمشروع صغير يتوجب عليك او شريكك ان تمتلك المعرفه او الخبره لكي يكون بوسعك تحقيق النجاح. هل تمتلك انت او شريكك المعرفه والمهارات اللازمه لبلوغ النجاح؟ لو نعم يبقى انت ريادي. المهارات الاداريه الخاصه بالمشروع، وهي القدرات العملية التي تحتاجها لإدارة مشروع مربح وفعال. مهارات التسويق، مهارات الشراء، مهارات تحديد التكلفة، مهارات ضبط المخزون، مهارات حفظ السجلات، مهارات تخطيط المشروع، التفاوض، فن البيع. عندنا محاضرة النهاردة في فن البيع. مش تكون فنان يعني. طيب محاضره دكتور الاداء، احنا كنا نفسنا ندعي واحد من بتوع الشهيد يا جماعه. كان جرحها دكتور الصراحه. اتفضل اتفضل. قيم امكانياتك الرياديه، قم بتحليل قدراتك لكي يكون بوسعك مواجهه التحديات التي ستواجهك عندما تبدا مشروعك الجديد. عزز قدرتك كريادي من خلال وضع خطة تنفيذية أكشن بلان، واكتب الخطوات التي تحتاج إليها من أجل تعزيز مهاراتك الريادية، وقم باستكمال
وتنفيذ أهم الخطوات المطلوبة ذات الأولوية في بادئ الأمر. تحسين مهاراتك في ريادة الأعمال ستعزز من نجاح مشروعك. إن التقييم يقيس الجوانب التي عليك أن تطورها، فكر في نقاط الضعف وما يمكنك عمله من أجل تحسينها. دائما بشوف أنا نقاط الضعف عندي إيه وبشتغل عليها، حاول أحسنها. اقرأ قصة عمنا حيدر كده. كان حيدر يعيش في قرية نائية ويمتلك منزلا يتناسب حجمه مع احتياجات أسرته، وكان يفكر ببناء مسكن مستقل يشتمل على بعض الغرف بحيث يجاور منزله، وذلك بهدف إقامة فندق سياحي صغير لقريته. دي المشكلة، ما تقرأش اللي بعد كده. يبقى القصة يا رجل، انت اللي جاي متأخر وجاي تعطلنا. اقرأ حيدر. فهمت حيدر عنده ايه مشكلته؟ مشكلة انه واصل. مين حيدر ده؟ انت بتركز معانا يا رجل، انت جاي تعطلنا. انت دخولك الغلط النهاردة. اول مرة تحضر صح؟ اول مرة معاك. طيب تفضل. طيب اقرأ كده قصة حيدر. ما تقرب. طيب قاعدين لي ورا. طيب الناس اللي مش شايفة وقاعدة ورا ليه؟ مش قرب من الشاشة؟ مش قرب من البروجيكتور؟ حيدر عايز يفتح فندق، عايز يعمل مشروع، نفسه يشتري بيت كده، بيت يكون كبير شوية ومليان غرف، يكون بس قريب من بيته خلاص، ويحول البيت ده إلى فندق. خليه مالك. بس كان مستقل يشتمل على بعض الغرف بحيث يجاور منزله، نفسه يكون قريب، وذلك بهدف إقامة فندق سياحي صغير. دي الفكرة دي لمعت في دماغ حيدر في الأول. عمل ايه الراجل؟ عمل ايه؟ بدأ يفكر في القصة. قال لك وبعد دراسة الفكرة حيدر أدرك بأن المشروع لن يحقق نجاحا. طب ليه يا عم حيدر؟ فالناس في القرية كانوا متحفظين جدا، ناس كده محافظين وناس ايه؟ وربما لن يرغب السواح في زيارة القرية لأنها بعيدة جدا عن المدينة. القرية بتاعتنا دي يا عمي كده ناس محافظين، وممكن حتى لو جه سواح يضربوهم ولا ولما كانت القرية في مثل هذا المكان البعيد، فإن حيدر لم يكن يعرف أصلا كيف يجتذب السياح إليها من قبل كل شيء. أصلا احتمال أصلا إن يجيني ناس يسكنوا في الفندق من أهل القرية احتمال قليل. طيب وعشان يجوا سياح، ده أصلا قريتنا أصلا ما حدش يسمع بيها، مش على الخريطة زي ما بيقولوا، ففين هيجي هجيب زباين ازاي وسياح ازاي؟ فانا ما عنديش الرؤيه ان انا اجتذب السياح. فلم يكن اعرف اصلا كيف يجتذب السياح اليها قبل كل شيء، وفضلا على ذلك ربما لن يرغب اهل القريه في رؤيه السياح الاجانب يتجولون في قريته. ايوه هو البت مش عارف مين ماشي في البلد، مش هينفع كلام. ولذلك قرر حيدر ان يتخلى عن الفكره وعدم تشييد المبنى الجديد. هو الصح؟ الصح اللي عمله انه يقدر يكون فكره. ده رايك يعني؟ لا الصح انه فكر وجاوب. كده غلط من اول. غلطان هو كان صح. ايه رايكم في تصرف الراجل ده؟ عاجبني خالص خالص. اسمك محمد انت؟ لا اسمك محمد. اقرا كده قصه محمد. انت محمد شبك صدق راي شبك شبك ده كلامه صح. كان محمد يعيش في قريه يقول لك هي مرت وكانت تصوره فكره مماثله. ده هي فكره حيدر، الناس جابوا نفس الفكره. اتفضل. ما هو كان ممكن بقى زي ما اتكلمنا الفكره كلها، كان يعني مثلا كان عامل فكره ثاني يشد بيها السياح للقريه بس. ما ده اللي عامل يا بنتي محمد برضه. تبع محمد ده هو بيضرب لك مثالين. مثال سيء اللي هو الاخ حيدر ده، والمثال الانسان الناجح الريادي رائد الاعمال اللي هو محمد. طيب وقد يواجه المشكلات، كمل كده، قد يواجه المشكلات نفسها. وكانت سمت مجازفه ممثله في ان لا يحقق النجاح. نفس القريه. وادرك محمد بان عليه، فكر كده محمد بدا يفكر ازاي زي ما قالت الاستاذه هنا. ادرك محمد بان عليه ان يقنع سكان القريه بالفكره، وذلك بان يثبت لهم بانها ستعود بالنفع على القريه. وبعد دراسه الفكره توصل محمد الى قائمه
بالفوائد التي يمكن أن تعود على مجتمع القرية إذا ما توافد السياح إليها. فقد كان هناك العديد من الحرفيين والنسوة الماهرات القادرات على صنع الهدايا التذكارية والتي قد يقبل السياح على يقبل السياح على شرائها مثل السجاد والمجوهرات والإكسسوارات. الحاجات اللي تحب بالضبط. وضع محمد قائمة بالجولات السياحية التي يمكن تقديمها للسياح، ومنها المشاركة في حياة القرية، صنع الحلويات، نزج السجاد. إن كل هذه الفعاليات يمكن أن توفر لسكان القرية فرص عمل لم تكن لتظهر في ظروف أخرى. كما قام محمد بوضع عينات لمنشورات لوزارة السياحة والشركات السياحية وشركات النقل بهدف الترويج السياحي للقرية. ده راح اتصل بشركة السياحة، يا جماعة ده أنا عامل فندق في البلد عندنا وبلدنا حلوة وبلدنا كذا وفيها كذا، واتصل بشركة السياحة اللي بتودي السياح، ابقى هات للناس وممكن تاخد نسبتك وهكذا. وكان هناك إجماع بين سكان القرية على مكوس السياح في القرية كما يريدون، مش زي ما فكر حيدر ان هم مش بالضبط. واستطاع محمد أن يقيم فندقه الصغير، وهو الآن يدير مشروعا ناجحا وورشة عمل ناجحة للفنون الحرفية مليئة بالأدوات التي قام بصنعها سكان القرية. فهمت القصة؟ حيدر اللي هو زي أبويا، زي ما ضربت لك مثال اللي مش راضي يبيع إيجارات الأرض عشان نفتح المشروع بتاعنا. محمد ده الراجل اللي بقول لك اللي باع الإيجارات بتاعه وفتح المشروع بتاعه. من هو الريادي؟ حيدر ولا محمد؟ خد بالك، مع ان الاثنين جات لهم نفس الفكره، كانت الفكره نفسها اللي عند الاثنين ولكن النتائج كانت مختلفه. فكره محمد جات له الفكره انه يفتح فندق، وحيدر نفس الفكره انه عايز يفتح الفندق. حيدر بعد التفكير توصل ان ايه، لا مش هينفع، وحش وبتاع، واهل القريه مش هيرضوا، السياح مش هيجوا، والدنيا بايظه. زي تلاقي ناس كتير خالص اللي هو وضع التشاؤم، البلد خربانه والدنيا بايظه ومش هلاقي شغل، اروح فين واجي منين، متشائم كده في حياته. واحد تاني لا، ده بيبص على ايه؟ بيبص لا، طب مفيش شغل هنا في القريه دي، اروح اشوف قريه تانيه، اسافر القاهره، هغير الحرفه بتاعتي ما لهاش لازمه، هدور على الشغل، اتعلم حرفه جديده وهكذا. ربنا يغنينا من فضله. كانت الفكرة نفسها ولكن النتائج كانت مختلفة. في الحالة الأولى كانت النتيجة هي الإخفاق، الفشل قبل اتخاذ أي خطوات ملموسة. وأما في الحالة الثانية فقد اتصف المشروع بروح المبادرة وتكيف مع الوضع القائم بهدف أن يجعل الأمور تصب في صالحه. يمكنك التغلب على التحديات إذا قمت بالتفكير فيها. نفسك تكون زي ما واحد مين فيهم؟ محمد ولا حيدر؟ لا لا انت حسكت زي حيدر، اشتري دماغك بتنام. خد بالك، عنده غنمة واحدة في البيت وبس، هو محافظ عليها. كلنا محمد. طور مهاراتك كريادي. طب عندك انت مهارات لتبدا تشتغل عليها، طورها. تحدث الى الاصدقاء والمعارف من زاويه خبره في اداره المشاريع. تفاعل مع الاشخاص الذين يمتلكون مشاريع ناجحه. اقرا كتبا حول كيفيه تحسين قدراتك. التحق بالمزيد من الدورات التدريبيه. هل انت مستعد لتكريس الجهد اللازم في تطوير مهاراتك الرياديه؟ حد عنده اسئله؟ الجدول الاقتصادية لفكرة المشروع. الجدول الاقتصادية لفكرة المشروع. هتبدأ بقى انت خلاص جت لك الفكرة وبحثت في نفسك، لقيت نفسك ريادي وعندك مهارات حلوة بس مش معاك فلوس. دي المشكلة. هتعمل ايه بقى؟ طيب هتحسب؟ لا ومش كده وبس، وعايز تحسب التكاليف والمصاريف والحسبة بتاعت المشروع، هتعملها ازاي؟ هيبدا الراجل يقول لك عن مصطلحات شائعه خاصه بالمشاريع. المنتجات، برودكت، المنتج هو في الاصل انك انت عايز تقدم منتج بضاعه معينه. الصوت يا شباب اهدوا شويه.
الناس تعبت. طيب نوقف المحاضرة وناخد بريك ولا ايه؟ طيب ما تركزوا معانا شوية. بس كان سامع صوت كده وجلبة كده وصوت ورا، وبالذات الراجل اللي جاي جديد ده اللي ابو قميص ابيض اللي جاي عطلنا. ما تجيب كرسيك وتعالى تقعد جنبنا، احنا عايزين نسمع منك. تعال تعال. اسمك ايه؟ حيدر. اسمك ايه؟ حيدر. طب حاسب المراحة انت وجاي بالكرسي. ايه؟ الله يعينك، اتفضل. راجل انت راح تشتغل في السوق والبزنس، لازم تبقى عارف المصطلحات اللي جايه دي، البرودكت، المنتجات. انت في الاصل راح تقدم خدمه معينه، هتبيع حاجه، حتى لو هتبيع نفسك، يعني نفسك اللي هو تشتغل، يعني تبيع نفسك لشركه، مش تبيع نفسك يعني. يعني انت راجل تروح للشركه تقول لهم انا راجل محاسب كويس، فانت كده بتسوق لنفسك. فاهم مين المنتج في اللحظه دي؟ انت ودماغك. انت راح تبيع نفسك للشركه دي عشان تشتغل عندهم. يبقى لازم يكون في منتجات. الراجل ده اللي هيفتح بتاع السباكه هيبيع ايه؟ الادوات الصحي والسباكه. الراجل ده هيفتح محل البقاله. انت يا راجل انت بتاع الطاحونه بتبيع ايه؟ بتبيع ايه؟ لا بتبيع. ما انت لازم بتكون بتقدم منتج. ايه المنتج؟ الدقيق. غلط. خدمه الطحين، انك تطحن. الخدمه بتاعت انك تطحن الايه؟ لا ده رائد اعمال. انت رائد اعمال ولا رجل اعمال؟ الخدمات. بس الخدمات. يبقى في منتجات، خدمات. الخدمات هي الحاجات غير ملموسه التي يحتاجها الناس، مؤسسات يدفعون المال من اجل الحصول عليها. الزبائن. طب انت هتقدم المنتج ده لمين؟ هتبيع السماعه دي لمين؟ الزبائن. لازم يكون في زبائن، افراد الذين يحتاجون المنتجات او الخدمات اللي انت هتقدمها دي، ويدفعون المال مقابل الحاجات دي، ولا انت هتشتغل ببلاش؟ لا طبعا. البائعون. خلاص في منتج وفي واحد عايز يشتريها، لازم في وسيط. البائعون هم الافراد الذين يقدمون المنتجات او الخدمات للناس. ايوه هيمسك الخدمه دي. ماشي يا معلم. المواد الاوليه، مهم خالص المصطلح ده، المصطلح ده مهم خالص. ما هي المواد الاوليه؟ ما هي المواد الاوليه؟ ما هي المواد الاوليه؟ يعني ايه مواد اوليه؟ بيسموها الرو ماتيريال. الرو ماتيريال، المواد الاوليه، هو مواد خام. كلمه رو يعني خام. خام اللي هي المواد الخام بس ما بنعملش حاجه. بالظبط. انت راجل راح تفتح مصنع يصنع الكوبايات دي. عملت كده لايك. ده لايك، ان كلنا بنحب اللايك. مش كده اعمل له شير وبتاع. هنعمل كومنت دلوقتي. ده راح تفتح مصنع يعمل كوبايات زي الكوبايه دي. مش لازم تعرف الماده اللي بيصنع منها الكوبايه دي، وتبدا تدور على المواد الخام. المواد الخام اللي بتصنع منها، وهي المواد الخام اللي بتستخدمها المشروع في تصنيع البضائع النهائيه او المنتجات، ولذلك فهي تسمى مواد اوليه او مواد خام. المواد المستهلكه. ايه الفرق بين المواد الخام والمواد المستهلكه؟ المواد المستهلكه اللي هي بعد التصنيع كده، وبعد الزبون، الزبون كده خلص عليه. حداد. حداد. ايه المواد الخام اللي عنده؟ ايه المواد المستهلكه؟ الحديد. صح. الحديد اللي جاي مستورد جديد لسه ما اتشتغلش. صح، برافو عليك. اللي هو ايه؟ الزوايا والعيدان والصاج وال تمام، والخوصه والحاجات والعمود المربع ده كله. اللي هو الناس بتشتريها وهي جديده. العده بتاعته برضه الحاجات اللي سلك اللحام، البنط، الحاجات دي. دي مواد مستهلكه. ده هيعمل يلحم بيه وطار خلاص.
لكن المواد الخام دي موجودة، هتتحول من صورة لصورة، تحول من صورة حديد كده وعمدان ملهاش لازمة إلى باب ولا حديد ولا سرير كده ولا حاجة. خد بالك أصلك دي ليه حسابات ودي ليه حسابات في الجدول الاقتصادي. السعر، ايه المصطلحات اللي انت محتاجها يا راجل عشان تفتح بيزنس؟ كلكم هتفتحوا بيزنس سواء على الواقع او في الخيال زي ما هتعملوا في مشروع التخرج زي ما قلنا. فافهم المصطلحات دي. السعر، هتبيع بكام؟ النقود التي يدفعها الزبائن لك من اجل الحصول على بضاعتك او منتجاتك. التكاليف، انت هتبيع بكذا، طب انت كلفت المنتج ده كلفك كام؟ التكاليف، في موضوع التكاليف بقى بتحط اعتبارات كتير خالص. بتحسب تكاليف، ارجع كده على اللي قبل كده، تكاليف المواد الخام، تكاليف المواد المستهلكه، في ايه تاني من التكاليف؟ في ايجار، ايجار، اجره العمال، وفي نور وميه، ما تبع تبع الفواتير. برافو عليك يا راجل انت. لايك. راتبك انت، انت نفسك، انت مش شغال ولا انت شغال بلاش، انت لازم يبقى ده راتبك انت، حسبتك كلها انت كمدير ومدير الشغل ده بتطلع حسبتك. استهلشير على ماشي ماشي. المبيعات النقديه الفوريه، تعريف المبيعات النقديه الفوريه ايه تعريفها؟ بيع كاش على طول. طب والبيع بالتقسيط اللي هو بيسموه الاجل؟ عائدات المبيعات، هي الأموال التي يحصل عليها المشروع مقابل بيع بضاعة أو خدماته، وتعرف عائدات المبيعات أيضا بالإيرادات. الإيرادات هي هي الأرباح؟ لا. إيه الفرق بين الإيرادات والأرباح؟ الربح هو كل ما يكتسبه. الإيراد هو إيراد الشهر كله، أما الربح اللي أنت بتشتغل بعد نقصه إيه بالظبط؟ بعد نقصه من المكسب بتاعك. التكاليف. أو المكسب بتاعك بالمال. ليه أنا دي؟ يبقى العائدات بتاعتك او الايرادات دي خصمت منها التكاليف، يتفضل هامش الربح بتاعك اللي هو سماه الارباح او البروفيت، وهي النقود الفائضه التي تبقى بعد اقتطاع التكاليف من عائدات البيع في المشروع. دي مرات محمد اللي جميع المشاريع تبدا بفكره، وهي التي تعرف بفكره المشروع. يجب عليك التفكير بكافة التفاصيل التفاصيل المشروع المتضمنة. ما هي المنتجات أو الخدمات التي سيبيعها مشروعك؟ من هم الذين سيشترون هذه المنتجات أو الخدمات؟ أين سيكون مكان المشروع؟ لماذا يحتاج الناس إلى هذا النوع من المشروع؟ ليه يشتروا منك؟ كيف ستدير المشروع ده؟ أمثلة لأنواع المشاريع. البيع بالمفرد، شراء وتخزين البضائع التي يمكن عرضها وبيعها لأفراد المجتمع المحلي طلبا لتحقيق الربح. البيع بالجملة، اللي هو زي البقال يعني بيشتري حاجات كده جملة كتير ويبيع ايه؟ يبيع بالقطاعي. يبيع بالقطاعي اللي هو بيع التجزئة بيسموه، او البيع بالجملة، انا اشتري من المصنع وبيع للتاجر صاحب المحل ده، اشتري من المصنع ده باكتات كبيرة بتاعت علب الجبنة وبيع للراجل ده، يوزع بقى ايه؟ يوزع بقى للزبائن كل يوم يبيع علبتين جبنة ولا حاجة. التصنيع، لا انا لا هشتغل في الجملة ولا لا هفتح سوبر ماركت ولا هفتح سوبر ماركت جملة، ده انا نفسي افتح مصنع اللي بيصنع الجبنة دي. ده انا راجل اكبر منك صح؟ ده انا الكبير خالص. طيب لا انا ما نفسيش افتح مصنع بتاع الجبنه ده، ولا ما نفسيش ابيع جمله ولا قطعي في الجبنه، انا نفسي اشتري افتح اشتري اللبن اللي بيجاب من المزارع وابيعه للمصانع بتاعه الجبنه اللي بتصنع الجبنه. الله، انا بتاع توفير الخامات بقى. اللي بعد، العنصر اللي بعد، توفير الخدمات او توفير الخامات. انا هبيع لك حاجه انت محتاجها في المصنع. عايز اشتغل المصنع، ممكن نشتغل مصنع كتير. ما انت كده هتشتغل في التصنيع، انت كده انت راجل صاحب اعمال كده بتشتري البهايم دي بقى. المشاريع الزراعيه، علمت الحياه. المشاريع الزراعيه تتمثل في زراعه وانتاج الخضروات، زي خوالي، دول خوالي كلهم مزارعين. خدين مزارع في الجبل وبيزرعوها، بيزرعوا طماطم وبصل. والله يا دكتور
فيها مكسب مليونيرات خوالد هم فاهمين هم فاهمين لما حتة أرض عاوز أعملها دعاية أسوق لها البيت حتة أرض؟ أرض هتبيعها كمباني ولا زراعة؟ زراعة مزايا أنت عايز تزرعها بنفسك ولا تبيعها؟ تبيعها تبدأ تفكر بقى في نقاط القوة ونقاط الضعف نقاط القوة هل موقعها كويس؟ هل على طريق طريق؟ فبالتالي ايه لما تزرع فيها طماطم يا معلم العربيات هتيجي زي الفل مرتاح انا خالي بيتعبوا في القصه دي لان الطريق مش مهمهد في الجبل فالعربيات ايه بتاخد تكلفه زياده لانه هيمشي في طريق وحشه تكلفه تبدا دي تحطها يا راجل انت ركز دي تحطها لما تيجي تعرض منتجك ده للزبون تقول له انا هبيع لك ارض على طريق ده الارض دي لسه كان زارعها السنه اللي فاتت وجابت كذا تفكر في نقاط القوه بتاعتها بتجيب كدير بتجيب كدير في المنتجات اللي جاب لك كان زارعها مثلا هو بالنسبه لك كان مساحه كافيه وضخمه جدا لو زرعها بس نص واحد انا هجيب له ما شاء الله هو عايز يبيع مش عايز يزرع فهو ايه بيقول ايه افكر فيها ازاي من ناحيه التسويق خلاص وطبعا المشروع الاخير اللي شغاله فيه نص البلد كلها صوت اخر مشروع حاضر اوقف عند الحته دي واخد بريك المعمار كله بيشتغل في المعمار في البلد دلوقتي ليه لان ربحه مضمون جدا ربحه مضمون خالص بعد عن التليفون لو سمحت انت يا حسين يوقع ما بتاعنا يا حسين يوقع زي ما وقع انا وقع من القصه دي خالص يا ده التليفون وقع من الاستاذ هل تجد ان لديك فكره مشروع هل تجد ان فكره مشروعك مجديه انت تكتب بس انا بعد عن التليفون خالص ده وقع من ده برضه عن التليفون شايف برضه يا دكتور طب عشان يكون المشروع بتاعك مجدي لازم تتوفر ايه في صفات اقرا كده فكره المشروع فرصه القيام بمشروع مجدي جذب الزبائن في السوق المستهدف مين ده مين ده محمد تاني اطرح على نفسك الاسئله الاتيه انا فكرت مشروعك مميز هل عشان تبقى فكره مشروعك حلوه ومربحه وكويسه لازم تجاوب على الاسئله دي اول سؤال اقرا رجل انت اطرح على نفسك الاسئله الاتيه اول سؤال ايه هل يوجد سوق لهذا النوع من المنتج ماركت لهذا النوع من المنتج او الخدمات بالظبط في زباين هيشتري ما هو الماركت بيقصد بيه زباين الناس اللي هتشتري هو الموضوع ده ليه سوق ولا فاشل اجي ابيع ميه في حارة السجايين طب ما حدش هيشتري ابيع جزايز هواء ما الهواء موجود ابيع ليه طبعا اللي هيشتري منك جزايز الهواء يشتريها ليه سجين بره ودول بره يا دكتور خلاص ففي سوق للموضوع ده ولا اجي ابيع حاجات مثلا متقدمه جدا لناس مش بيستخدموها تقنيات عسكريه مثلا للناس العوام هو يستعملها فين اجي ابيع جنابل للناس طبعا تشتريها يضرب النفس فيزين نقي فيزين نقي وحطها على رطل شمر ما يدقش بيت لا 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 صح بس مش بالضبط كده ليها نسب وليها قصة ما هي دي مكونات التي ان تي يا دكتور عايز افتح مشروع بس مش عارف افتح مشروع يا دكتور عايز افتح مشروع بس مش عارف افتح مشروع ما هتبدأ تفكر اهو ايه اللي انت محتاج الموتيفيشن هو حط على شمر بلد
بلد انا مش بكون موجود خالص ولا دكتور يا صاحبي هيعمل ايه ده مشروع يكون مش موجود خالص المنطقه اللي انت عايش فيها اه صح وفي دكتور الناس لما تمشي خد الرعايه ثاني والله العظيم بس لا دكتور احنا انا اول محاضره احضرها منك جد والله انا اكيد ثالث تجي محاضره ثانيه صح ولا اثنين دي محاضره ثالثه لينا وانت الاسبوع اللي فات جيت لا اللي قبله جيت اللي قبله محاضره اثنين محاضره واللي قبله كان في محاضره طب خلاص خلصنا من محمد وحيدر تقرا قصه علياء خش على علياء علياء اه مين يقرا صوته عالي تعبت انا ها مين يقرا عبد القيوم لا مش عارف ما شافش عبد القيوم من علبه ده مش شايف عشان بسم الله ما شاء الله عارف ده الصوت نسمع بعضينا لو سمحت مين علبه تعيش علياء في مجتمع ريفي صغير في المحافظه وسط وكانت دائما تحلم بإقامة مشروع وكان أحد جيرانها يدير مخبزا يضر عليه ربحا معقولا ويمكنه من العيش بالراحة وكان معظم الجيران في الحي يتوافدون على هذا المخبز لشراء احتياجاتهم اليومية وتبادل الأحاديث كانت علياء ماهرة في عمل الخبز قطع عليها علياء علي وكانت تحب الاختلاط بالناس وكان زوجها نجارا جيدا لذا قررت أن تفتح محلا في بيتها ولهذا الغرض فقد اشترت مواد أولية وأفران ورفوف جميلة وطاولات لاستخدام الأموال التي اقترضتها علياء وزوجها من الأصدقاء والعائلة حتى تصبح متكاملة علياء ما بدك تسأل علياء وبعد بدء المشروع مباشرة كان هناك مشاكل ففي أقل من شهرين على بدء المشروع لم تكن علياء قادرة على أن تجتذب بعدد كافي من الزبائن ولم تحقق ربحا يساعدها في ارجاع الاموال التي اقترضتها واكتشفت بعد ايام قلائل ان بعض من زبائن المحل المجاور قد بدا بالشراء من محلها بحيث اصبح المحل المجاور يعاني من قله الارباح وبذلك بات كل المحلين يكافحان من اجل البقاء ولن يمضي وقتا طويلا الا وقد اقفل احدهم ولا يخرب بيتك عليها خربت بيت الراجل والله ايه القصه الخلاصة كتبها لك من تحت إن استنساخ أحد الأفكار المجدية لمشروع ما لا يعني بالضرورة أنها مجدية لمشروع آخر. يا رجل أنت عندك مشروع جنب فينا مشروع. ما تهدى هذه مشروع أنت كنت قاعد هنا. واحد. يبقى القصة إن في القرية هناك كان في راجل فتح المخبز ده والمخبز ده كويس وشغال زي ما بقول لك هو. شراء احتياجاتهم من الرؤى وتبادل الاحاديث وكان يمكنهم من العيش براحه يعني مرتاحه مع العمليه. عليها لقيت في نفسها ان هي عندها المهارات المناسبه ان هي تفتح مشروع مخبز وتعرف تخبز كويس وتعرف تتكلم مع الناس كويس وبالتالي ايه ينفع هي تكون هي اللي صاحبه المشروع ده. فقررت ان هي تعمل ايه؟ تنسخ المشروع ده. تكرره تاني. بالفعل موجود. في نفس المكان. قريه صغيره. ركز كده في عناصر المشكله اللي اديها لك مجتمع ريفي صغير حته صغيره كده وفاتكم مخبز واحد خلاص مكفي احتياجات القريه كلها راحت هي جت عملت ايه؟ مخبز ثاني نفس القصه طبعا بعد بدء المشروع كانت هناك مشاكل ففي اقل من شهرين على بدء المشروع لم تكن عليها قدره على ان تجتذب زبائن عدد كافي من الزبائن عدد كافي في ناس جات لها بس مش كل بتوع الراجل ما الراجل القديم برضه ايه في قرايب وهيروحوا له برضه مش هيروحوا الاخت عليها دي ولم تحقق ربحا يساعدها في مجال ترجع الديون اللي خدتها عشان تفتح المشروع بتاعها ده لا صفحه الفخر وايه اللي حصل ضرت الراجل ده الراجل ده زباينه جاب يعني قسمت السوق عليها والسوق مش مستحمل ايه اللي حصل الاثنين اتضروا طبعا بيقول لك لن يمضي وقت طويل الا واحد لازم يكفل فيه واحد هيبدا يحسب مكاسبه والربح بتاعه يلاقي نفسه دايما بيخسر فهيضطر انه يكفل هي او الراجل ايا كان القصه اللي عايز يقولها لك الراجل استنساخ احد الافكار المجديه الفكره في الاول كانت ناجحه
ركز كده. المخبز كان يمكنه من ربح معقول، يمكنه من العيش براحة، عيش في رغد، الرجل مرتاح وزي الفل ومدخل عياته مدارس خاصة ومرتاحة مع العملية. اللي حصل علياء طمعت في القرشين زي ما بيقولوا، استنسخت الفكرة. لكن ده مش بالضرورة زي ما بقول لك انها مجدية لنفس المشروع ليها مرة تانية. طيب عشان تبقى فكرة المشروع دي مجدية، الخطوات اللي يجب الواجب اتباعها: تحديد فرص العمل الجيدة، تصنيف واختيار الفرص استنادا الى الموارد المتوفرة، المطابقة بين الفرص والصفات الشخصية، اجراء التحليل. سؤال ده جاينا مرة بعد كده. تحديد فرص العمل الجيدة. لكافة أعمال الحداثة. أبو أحمد. هو أبوك حداد برضه؟ أنا حداد ولا حاجة ده، بس لما نجي أبو أحمد. هو الصورة فيها شبه يعني حاجة؟ أبو أحمد. يا أبو أحمد ماشي ماشي هو مش عارفين بعدين. نعم. في غياب. سجل غياب حاضر. انت غياب. انت غياب. ما انت غياب. ايوه ايش انت عايز تسجل غياب؟ عايز يضرب لك غياب. هو بيقول انا عايز اتسجل غياب. انت غياب. ما ماشي تمام. ايه سجل غياب حضور. مش انت اللي قلت على السجل غياب؟ عندك ظرف طارئ يعني؟ كمان يعني هتاخد اثنين كمان من الزباين لما المخبز هيفضى كده؟ ايه لا ما تجيبهاش انت، انا روح سجل اسمك عند مسمار وفرق خارجي. ماشي تفضلوا. عبد الله. اعمل قائمة بالمواد التي لا يحصل عليها سكان منطقتك بسهولة. انت اللي كنت بتكلمني انك انت عايز تفتح مشروع بس مش عارف الفكرة ايه. ركز كده في العناصر دي. امسك كده ورقة وقلم ولف في القرية بتاعتك وفي البلد. اعمل قائمة بالمواد التي لا يحصل عليها سكان منطقتك بسهولة. فيش مثلا محل، فيش مكتبة عندكم بتعمل تصوير؟ فيش مثلا محل بيبيع اكسسوارات اللي هي بتاعت البنات دي؟ فيش محل مثلا عندكم بيبيع ادوات سباكة؟ ولو فيه طب كم واحد؟ طب الراجل ده بيبيع بكميات كبيره ولا صغيره؟ اعمل القائمه دي. دراسه جدوى؟ لا لسه انت ما دخلتش في المشروع عشان تعمل دراسه جدوى. انت بتعمل قائمه بالمشاريع اللي موجوده عندكم في القريه، او جاء قائمه باحتياجات القريه دي. احنا لاحظنا مثلا ان ما فيش ولا سواق تاكسي في البلد، فلما حد بيعوز حاجه خاصه بيبعت يجيب سواق. مش عارف ممكن اشتري عربيه اللي هي بتاعه الحاجات الخاصه دي. طب انا هقعد اجيب لك؟ ما انت انا محتاج ان انا انزل القريه بتاعتك واقعد ادور فيها. انا هقول لك وانت تعمل الكلام ده بنفسك. تجيب ورقه وقلم كده وتتجول في القريه بتاعتك. خلاص تبدا تفكر مثلا في مفيش صيدليه عندكم في البلد، فيش مثلا مكتبه، فيش كذا، فيش كذا. تبدا تدور في ناس مثلا. مش هقعد اديك كل الافكار، مش هيجي في دماغي كل الافكار. انت بقى هتشوف في القريه بتاعتك. تعرف على انواع المشاريع الموجوده في منطقتك واحتياجاتها. طيب انت مش ممكن تفتح مشروع، لا ده انت ممكن تبقى شفت السبلاير بيودي لهم. انت عندك
حاضر جاي لك السبلاير اللي بي بيغذيك بي بيديك بالحاجه. شفت الراجل لما قلت لك انا هجيب اللبن لشركه اللي مصنع الجبنه اللي هو هيجيب الماده الخام بالظبط كده. يبقى انا عندي مشاريع موجوده في القريه. يا عم اهدوا ممكن يكون عندك مشروع في البلد، محل بقاله، محلات البقاله كتير في البلد بس بتاع التجزئه. تروح تعمل انت جملي، تفتح محل الجملي اللي هيبيع لهم هم، بدل ما هو يضرب مشوار كبير كلهم بيضربوا مشوار عشان يجيبوا، فتبقى انت اصلا اللي بتغزل المحلات دول. قم بزياره غرفه التجاره لتكوين فكره عن المنتجات والخدمات الموجوده او المطلوبه. حدد ما هي المنتجات التي يتم استيرادها. مش شرط تشتغل في الداخلي، اشتغل في الخارجي. الخارجي بيجيب فلوس حلو. حدد ما هي المنتجات التي يتم استيرادها. انت ممكن تستورد ايه؟ حدد المطلوب لجعلك مختلفا عن باقي المنافسين في السوق. خلاص؟ زي ما قلنا لو هتفتح مشروع بالفعل موجود لازم تفكر انا ليه الناس هتسيب الراجل ده وتيجي لنا؟ المطلوب لجعلك مختلفا عن باقي المنافسين في السوق. تصنيف واختيار الفرص استنانا الى الموارد المتوفره. عملت الليسته اللي بنتكلم عليها. حددت كل المشاريع الممكن ان هي تتعمل في القريه بتاعتك او في المنطقه بتاعتك. حددت المشاريع المتاحه اللي موجوده بالفعل وناجحه. عملت الليسته. هختار على اساس ايه؟ قدامي كده كذا اختيار. اشتري تاكس، افتح مكتبه، افتح صيدليه، افتح محل الجمله بتاعي، محل سباكه، محل ادوات الصحي والسباكه، ايا كان. الراجل ده مختاره من الاول كده هتنفسه. او ادوات كهربائيه عادي مثلا، او اكسسوار زي ما قال. المشاريع التي لها علاقه بالتصنيع تتطلب راس مال كبير في البدايه. لو انت راجل مش معاك راس مال كبير ابعد عن المشاريع اللي زي دي. المشاريع اللي هي ايه بتاعت المصانع والتصنيع والانتاج دي في الغالب عايز ايه لكشة فلوس في الاول. ايه تفتح مصنع جبنه يعني لكشة فلوس. اشرب. يمكن ان يحقق البيع بالتجزئه او بالجمله ربحا سريعا، لكن هذا الامر يعتمد على تنوع المنتجات والقدره على التجهيز والاحتفاظ بتخزين المنتوج. يمكن ان تبدا المشاريع الخدميه براس مال اولي اقل وتحقيق ربح سريع، ولكن هذه المشاريع تحتاج الى القدرات التي تميزها عن المنافسين. الراجل هنا بيقسمهم لك ثلاثه، بيقول لك مشاريع بتاعه التصنيع، تفتح مصنع بيعمل حاجه بيصنع حاجه دي بتتطلب راس مال في البدايه كبير، او مشاريع اللي هو تجزئه والجمله، تفتح محل بقاله، محل سباكه، محل اللي هيبيع منتج معين جاهز. انت هتشتري المنتج من المصنع وتبدا تبيعه سواء بالجمله او بالقطاعي. ده حلو، ده محتاج راس مال اقل نسبيا من الاولاني، بس عنده مشاكل في ايه؟ هيحتاج منك ان يكون عندك في تنوع في المنتجات. لو فتح محل بس ببيع كوبايات بس اخسر، صح؟ فعلا. لان لما الراجل هيروح تاني محل ادوات المنزليه راح يشتري حاجه منزليه وليك الكوبايه في عينه، راح اشترى الكوبايه. هيجي لي انا مخصوص عشان يشتري الكوبايه؟ طبعا. في محل الادوات المنزليه. اما المشاريع الخدميه بقى، ايه المشاريع الخدميه دي؟ زي ايه مثلا؟ حد يضرب لي مثال؟ مشاريع خدميه. ماشي اتفضل. ايه؟ فندق، صح؟ حلو. ممتاز. مكتب محاماة، مكتب محاسبة، مكتب سفريات، شركة مقاولات، شركة مقاولات. لا مطعم كده، هو تصنيع كده. راجل بتاع معاه فيسبا يروح للراجل بتاع المطعم يقول انا عايز اشتغل الدليفري بتاعك كده. هيشتغل له ايه؟ سيرفيس بيزنس. اهتماماتك ومعتقداتك ومهاراتك. ايوه راجل.
في تضحك عليها حاجه غريبه بس طول انت بس كده برضه ضحكت يعني ماشي انا لما قلت ضحكت بتعمل تحديد تحليل السمات ده بتختار ثلاثة من أفضل خمسة بتدور على نقاط القوة نقاط الضعف الفرص والتحديات خلاص يا شباب خلاص يا حد عنده وسيلة؟ مستعدين للجزء الثاني؟ أساسيات السوق السوق بقى الزبائن إيه؟ عايزين بريك؟ بريك تضحك ليه؟ عايزين بريك بريك قلنا جعان بريك فعلا معناها استراحة ما يصحش بريك هو في في كراتيس ما بريك ماي وفي نسكافيه بريك عادي لا هو عايز كده تضحك من قلبك